نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. طبعا يبقى الأبرز العمليات التي تجري في عدرا العمالية، هذه البلدة التي دخلتها المجموعات المسلحة قبل عدة أيام. بالطبع كذلك لابد أن نعيد ونذكر بالمجازر التي ارتكبتها هذه المجموعات المسلحة، من قطع رؤوس إلى عمليات إعدامات في الساحة إلى عملية خطف الأطفال والنساء. والآن بدأت تتكشف يعني طبيعة هذه المجازر مع تزايد عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم جراء دخول هذه المجموعات المسلحة. بالطبع الآن الجيش السوري دخل إلى العديد من الأحياء، بالطبع خصوصا في تلك البلدة هناك بعض الأبنية العالية، نظرا لأن هذه الأبنية كانت قد بنتها الدولة للعمال. الآن هناك اشتباكات في وسط البلدة، الجيش السوري أحكم سيطرته على كل منافذ البلدة ويقوم بعمليات اشتباك كبيرة مع هذه المجموعات المسلحة، وهناك عمليات تقدم وهناك أعداد كبيرة من المسلحين الذين قتلوا خلال الساعات الماضية، بالطبع من بينهم جنسيات غير سورية ومن بينهم جنسية سعودية. أكيد الأخطر يبقى أن ما زال هناك عدد من المدنيين ما زالوا في بعض الأقبية في بعض الملاجئ، وعندما تنتشر المجموعات المسلحة تأخذ هؤلاء المدنيين كدروع بشرية. لذلك كما وصفها لنا مصدر عسكري العملية تعتبر عملية جراحية دقيقة حتى لا يكون هناك سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وكذلك بالإضافة إلى ذلك هي عملية ملاحقة هذه المجموعات المسلحة. الأبرز هو تأمين الطريق الدولي من دمشق إلى حمص من ناحية جسر بغداد، كانت المجموعات المسلحة حاولت خلال الأيام الماضية قطع هذا الطريق، الآن تم تنظيفه من القناصة الذين كانوا يعتلوا أسطح الأبنية، وسيطر الجيش السوري على تلك المنطقة. كان هناك خلال ساعات الليل اشتباكات على أطراف بيت سحم في ريف دمشق من خلال استمرار العمليات في الغوطة الشرقية. أكدت موسكو اليوم أن جميع عقودها الموقعة مع سوريا بما فيها المجال العسكري سارية ويجري تنفيذها، وأبدت ارتياحها للتقدم الإيجابي على المسارين السوري والإيراني. وفي حديث للميادين رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مجزرة عدرا دليل آخر على ضرورة توحد السوريين في مواجهة التطرف والإرهاب اللذين يرتديان قناعا دينيا. وخلال كلمة له في مجلس الاتحاد الروسي أكد لافروف تمسك موسكو بتنفيذ جميع العقود الموقعة مع سوريا في مجالي الاقتصاد والتعاون العسكري التقني، مشيرا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إزالة الأسلحة الكيميائية سيتطلب توحيد جهود عدد كبير من الدول. العمل على تدمير الترسانة الكيميائية السورية يجري على قدم وساق بحسب الجدول المقرر. جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ الإعداد للمرحلة الثانية وهي الأصعب والتي تتطلب توحيد جهود دول عديدة لفرض نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدد استعداد إيران للمشاركة في حل أزمات المنطقة، مؤكدا أن أمن الجيران من أمن طهران. الوزير الإيراني وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني دعا دول المنطقة إلى محاربة التطرف لأنها تعرف كيفية ذلك، على عكس الغرب غير القادر بسبب اعتماده أساليب أثبتت فشلها. لا يمكن حل مشاكل المنطقة من دون إيران، الجميع أيقن ذلك. قبل قليل اتصل بي الأمين العام للأمم المتحدة وأعلمني بأنهم حريصون على حضور إيران في مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية ومستقبل سوريا، ولكن طبعا مباحثاتنا لا زالت مستمرة. المواقف الروسية والإيرانية تأتي غدا تبلغ الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن الأسبوع الماضي
أن مؤتمر جنيف 2 قد لا يؤدي إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه يجب أن يكون للعلويين دور رئيسي في أي عملية سياسية انتقالية، وخصوصا في الجيش والقوى الأمنية لمحاربة تنظيم القاعدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالرفيع المستوى في الائتلاف، قالت إنه مقرب من السعودية. الموقف الغربي لاقى انتقادات سعودية على لسان السفير السعودي في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، وفي مقال ورد في صحيفة نيويورك تايمز موجه إلى من وصفهم بأصدقاء الغربيين، السفير السعودي أكد أن بلاده سوف تتحرك وحدها وستواصل مد يد قوية ماليا وعسكريا لمسلحي المعارضة في سوريا في ظل عدم تحرك الغرب. وفي مقال في صحيفة نيويورك تايمز موجه إلى من وصفهم بأصدقائه الغربيين قال بن نواف إن العلاقات بين المملكة وشركائها كانت على المحك، وخصوصا بسبب الخلافات حول إيران وسوريا. وانتقد السفير السعودي الغرب لسماحه للنظام السوري من جهة بالبقاء، وللنظام الإيراني بمواصلة برنامجه لتخصيب اليورانيوم مع المخاطر العسكرية التي يتضمنها من جهة أخرى كما قال. وكذلك انتقد استعمال البعض تهديد القاعدة بأعمال إرهابية حجة للتردد أو عدم التحرك لدعم المعارضة، مشيرا إلى أن الوسيلة لتحاشي تمادي التطرف في سوريا وأماكن أخرى تكون بدعم الاعتدال ماليا وماديا وأيضا عسكريا كما قال. أعلنت خولة مطر الناطقة باسم المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تحديد مكان انعقاد المؤتمر الدولي المقبل حول سوريا في بلدة مونتيرو على ضفاف بحيرة ليمان في سويسرا في 22 من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن أسباب نقل المؤتمر من مدينة جنيف لوجستية. المؤتمر الدولي حول سوريا والمعروف باسم جنيف 2 سيعقد في بلدة مونترو لأسباب لوجستية، وسيكون في 22 من كانون الثاني يناير، حيث سيجلس الوفدان السوريان والمبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي لتبدأ المفاوضات. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العناصر الكيميائية السورية ستنقل إلى خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية. تفاصيل خطة التدمير عرضها المدير العام للمنظمة أمام اجتماع مجلسها التنفيذي. الخطة تتضمن تدمير العناصر الكيميائية في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، على أن تتمركز سفن دنماركية ونيروجية في قبرص لمواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري. بالنسبة إلى العناصر الكيميائية الأخطر ستنقل من الأراضي السورية في 31 من كانون الأول ديسمبر. كذلك تتولى سفينتا الشحن بعدها نقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ إيطالي، حيث ستحمل من هناك على متن السفينة الأمريكية، على أن تعود السفينتان بعدئذ إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيميائية الأقل خطورة. الصين، فنلندا وروسيا تقدم مساعدات لوجستية لمواكبة عملية التدمير التي ستنتهي بحلول 30 من حزيران يونيو. وحول التحقيق الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أكد سيلستروم أن التحقيق يحتاج إلى المزيد من الأدلة لإعطاء حكم واضح بشأن الجهة المتهمة. لدينا الكثير من الوقائع لكنها ليست كافية للحكم على تورط أي طرف. هناك الكثير من الوقائع الأخرى بحوزة الحكومة السورية وأخرى مع المعارضة وغيرها مع العديد من العواصم، يمكن جمع كل ذلك واستخدامه لتعزيز القضية في المحكمة. في التطورات الميدانية، وصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها في ضاحية عدرا العمالية في ريف دمشق. مصدر عسكري رسمي سوري قال إن وحدات الجيش أحكمت سيطرتها على عدد من الأبنية في مناطق متعددة من المدينة بعد القضاء على مجموعات مسلحة كانت تتحصن فيها. وقد حصلت الميادين على مشاهد خاصة للعمليات العسكرية في تلك المنطقة. وفي دير الزور أفاد مراسل الميادين باغتيال القيادي في الجيش الحر عبد السلام عبود مع بعض عناصره من المسلحين في الريف الغربي من تلك المنطقة على أيدي مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم داعش. كذلك تحدث ناشطون عن اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والجيش السوري في حي الحويقة،
وفي حلب أشارت صفحات المعارضة إلى مقتل 60 شخصا بعد قصف بالبراميل المتفجرة ألقتها الطائرات السورية بحسب المعارضة، فيما أفاد مراسلنا بتصدي الجيش السوري لهجوم المعارضة المسلحة على مشفى الكندي في حلب. وسط هذه الأجواء تستمر الجهود الأهلية والرسمية في سوريا لتقديم المساعدات المطلوبة إلى النازحين وخصوصا في فصل الشتاء. مراسلة الميادين ديما نصيف جالت على مراكز إيواء في سوريا وعادت بالتقرير التالي. اللهو بعد العاصفة الثلجية التي انحسرت عن الشام، واللاعبون الصغار من النازحين عادوا إلى سيرتهم الأولى في ملاعبهم. الشمس الدمشقية الدافئة ليست وحدها حليف أطفال النزوح أو من يرد عنهم هجوم الشتاء القارس، فالنزوح الداخلي على شقائه هو ليس مخيمات الزعتري أو البقاع اللبناني، فهنا لا ثلوج تغطي غرف النزوح ولا صقيعة يبتلع أجساد الأطفال. عائلة أسامة تقضي شتاءها الثاني هنا بعد نزوحها من القابون. العائلة أسعفها الحظ بتأمين متطلبات الشتاء المتزايدة مع موجة صقيع لم تشهدها سوريا منذ سنوات طويلة. نزحنا من القابون، منطقة القابون، وصلي بحدود السنة سنة ونص، والحمد لله شوفت عينك يعني طلع شو بدك فيه لنا. الحمد لله ما نقصنا شيء وعايشين بأمان، أولادنا بالمدارس الحمد لله. من المؤكد أن العاصفة الثلجية التي ضربت سوريا قد زادت من معاناة النازحين السوريين وأضافت على كارثة النزوح كارثة جديدة، خاصة في المخيمات التي أقيمت في العراء. أما هنا في دمشق فمن الممكن القول أن النازحين الذين تم إيواؤهم في مراكز الإيواء فقد كانوا بمأمن عن آثارها. اللاجئون في يومهم الاعتيادي، لا شيء يعطل الحياة هنا حتى البرد القارس ومزاج العاصفة. روتين غسيل الملابس وغسل الأطباق هو نفسه، وإعداد الطعام، ومتطوعون يشاطرون النازحين تدبير حاجات مركز الإيواء. أمنا نقدر نأمن 90% من المراكز، وأمنا لنا ما زاد عبينا هون ووزعنا هون العالم وحتى الصوبيا، وحتى تعاقدنا مع أفرام بحزن قطع الفن الرئيسي نحن نتعامل معه يكون جاهزين. لا أرقام محددة عن النزوح الداخلي، 4.5 ملايين بحسب الأمم المتحدة، وأسماء 3 ملايين نازح في الداخل تملأ لوائح الجمعيات المحلية والدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية. ملايين النازحين تجاور ملايين أخرى تحاول إغاثتها. شبكات النجدة من إغاثة وأطعام ومراكز الإيواء تعمل ما بوسعها وتسابق الحرب والاجتياحات اليومية الجديدة، لكنها لا تصل إلا إلى نازحي التجمعات الكبرى في دمشق وحمص والساحل السوري. أما الحرب فتصل إلى كل مكان. ديما نصيف، دمشق، الميادين. وإلى مطار بيروت وصلت اليوم الدفعة 5 من المساعدات الروسية للنازحين السوريين على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع والطوارئ الروسية، وتقدر المساعدات ب 45 طنا تحتوي على خيام وسكر وحليب وغيرها من المساعدات الغذائية. تسلمها على أرض المطار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين واللواء الركن محمد خير من قبل الهيئة العليا للإغاثة. فقط عن طريق الإيجاد الحل السلمي للنزاع السوري ممكن الوصول إلى الحل لقضية النازحين السوريين، قضية للحل الجوهري لكي يعودوا النازحين إلى ديارهم، ديار الوطن. نبقى في لبنان حيث أصيب 4 أشخاص بينهم جنديان لبنانيان بجروح من جراء سقوط 6 صواريخ على مدينة الهرمل شرق البلاد مصدرها الجانب السوري من الحدود. مراسل الميادين أفاد عن سقوط 1 الصواريخ على ثكنة للجيش اللبناني في المدينة، بينما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن تبني ما تسمى سرايا مروان حديد وجبهة النصرة القصف. الصواريخ على الهرمل سقطت بعد ساعات على انفجار سيارة مفخخة في بلدة سبوبة في البقاع اللبناني. هذه الحوادث رفعت مستوى قلق أهل المنطقة. الميادين استطلعت حال الناس في البقاع اللبناني وعادت بالتقرير التالي. شبه عادية تبدو الحياة هنا في البقاع اللبناني. حركة وازدحام مروري ولوحة طبيعية ترسمها ثلوج ديسمبر فوق جبال البقاع. لكن كل هذا لا يعبر عما يشغل بال المواطن البقاعي.
يعني اكيد وضع كله ما بيطمن ابدا من هالسيارات المفخخه. كنا مثلا نفتح للساعه 12 بالليل، هلا عم فل الساعه 6، بدنا ايش وايش، مش عم نضمن اذا بنوصل طيبين او ميتين. منطقه البقاع المحاذيه لسوريا تطالها نار الحرب المستعره في جاره لبنان الكبرى، واقع يدفع المواطن البقاعي إلى الخشية على الوضع اللبناني برمته، لكنه يطالب الدولة اللبنانية ببذل الجهود لحماية المنطقة. نتمنى أنه على الدولة، بنرجع بنعرف أنه الدولة هذه أكبر منطقتها، بس بنرجع مصرين نحن نشدد أنه الدولة تقوم بواجباتها وبحماية المنطقة. نحن عايشين بضمن بركان ولبنان بده ينطال أولا وأخيرا، بس قديش فينا نخفف من الأزمة اللي حوالينا وانكاسة على لبنان، على الوضع اللبناني. يعني عندنا هواجس صعبة، ايه خايفين انتقاله، والتفجيرات لا إلها مذهبية ولا إلها طائفية ولا أي شيء، يعني العطرة على البريق وخايفين على لبنان. لا يخفى قلق الشارع البقاعي من تأثير الأزمة السورية على الوضع الأمني هنا، خصوصا مطلب أن تتحرك الدولة لحماية المنطقة مشترك، وإن لم يتحقق فالقلق أكبر من تطورات أسوأ. في إطار مهامها الوطنية، قواتنا المسلحة الباسلة تتابع تقدمها باتجاه عذراء العمالية. قواتنا المسلحة الباسلة تقوم بعملية الرصد والمتابعة للجماعات الإرهابية التكفيرية. قمنا الآن بقطع آخر خط إمداد للمسلحين الإرهابيين الموجودين في العذراء العمالية. أثناء تقدم قواتنا المسلحة الباسلة باتجاه عذراء العمالية، تم العثور على مجموعة من الألغام. أول عبوة مضادة للدبابات مؤلفة من فتيل صاعي وصاعق كهربائي مضادة للدبابات، وزنها بحدود 10-15 كيلو، كانت موضوعة على الطريق. أبوات مضادة للأفراد مصنوعة من مواد عجينية، بداخلها مواد متشظية، وزنها يتراوح ما بين من 7-10 كيليات. راسل الإدارة السياسية من على تخوم عذراء العمالية ريف دمشق. ميدانيا ينتقل الإرهابيون من مكان لآخر، ويتابع الجيش العربي السوري واجبه الوطني بملاحقتهم. الأفعال والجرائم التي ارتكبها المسلحون في النبك التي عانى أهلها من إرهاب تكفيري رصدتها كاميرا المركز الإخباري بلسان أهالي المنطقة. عدلوا لي جدي وعمي ومازن فانشيكا لأنه كانوا لهم كلمة بالنبك وكانوا مؤيدين، قتلوا لنا ياهم. أن تسمع تفاصيل الحلقة المفقودة التي عاشها مواطنون نبكه بلسان أهاليها ولا سيما الأطفال، هو أبلغ تعبيرا وأعمق وصف. هاي السيارة كانت معباية سلاح، إجت عليها قذيفة وقامت فجرت وفجروها وظلت لتاني يوم شعلة. ظلت لتاني يوم السيارة هي شعلة؟ نعم كلها الأنتر. لو أطلعوا المسلحين بالسيارة إجت قذيفة عليهم قامت فجرت، عم تفجروا كل هالسيارات وشي تقتل فيه هرب. انت وين بيتكم؟ شو عرفك انت هذا الحكي؟ نحن هاي حارتكم انتو هيدي. يطبق الفكر الوهابي الكافر في كافة المناطق الساخنة السورية، تغلغل ما بين المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية، فما بين ضربات الجيش وتجمعات المسلحين دقة شاهدة. الجيش العربي السوري ما ضرب بشكل عشوائي، كان يضرب بكل دقة وبكل تفصيل لأنه عارف ودارس وعارف وين هن موجودين، ولا أذى أي حدا منا. خربوا عيشتنا وذهبوا حياتنا، الحمد لله دخل الجيش لعنا ودخل الأمان لقلوبنا. الإرهابيين راحوا انقلعوا من هون ونحن الحمد لله عايشين بأمان، دخل الجيش علينا. الله يحميهم بجاهنا بيردن لأهاليهم يا رب، هاي أحسن كلمة بقولها. الله يحمينا نحسب أولادنا. من أين كانوا هن المسلحين؟ والله مشكل من جميع المحلات، من سعودية من ليبيا الله أعلم مشكل. أما تحكي لما دمشق هلأ نفسيتنا ارتاحت الحمد لله، قوة الجيش الحمد لله ارتحنا هلأ مزبوط، هلأ صرنا نطلع من البيت ونتمشى ومرتاحين. أبو خالد أحد قاطني حي المليطة في النبك تحدث لكاميرا المركز وجاءنا واصفا ما كانت تقوم به هنا المجموعات الإرهابية المسلحة. اجوا لهون سووا مستشفى ميداني معي أخي، اجت الطيارة
لزقتهم في الصناعية، ثلاثة ماتوا دفنوهن هون وثمانية جرحى، وين ودوهن ما بنعرف، وين ودوهن ما بنعرف. ها وثلاثة شوف أنا يشهد عليهم القبورة موجودة، مو بس مسلحين وحرامية، وحرامية بس مسلحين وحرامية، هن سرقوا النبك ما خلوا طريقة. هلا هون كان مشفى ميداني، هون مستشفى ميداني، ايه مبين. شوف يا اخي، ها شي هاي شي هاي، وكان عندي الصبح شافوا، كان عندي الصبح. هاي مين جابها لهون؟ انا هن جابوها لهون، هاي وحدة، في وحدة تحت هون، كانوا ثمانية هون تجرحوا مليح وثلاثة ماتوا، قاموا تحت الليل دفنوهم حدي هون وحملوا حالهم وفلوا. منين عم كانوا هون المجموعات الارهابيه؟ منين كان جنسياتهم؟ عمي مرحبا، ما فيه والله ما تعرف واحد من واحد. اعطاهم الجيش العربي السوري حقهم؟ مو اعطاهم حقهم، براهم بري بري تحت الليل ولا واحد هون. تختصر الروايه البريئه لاطفال النبك معاناه المدينه وانفعال عجائزها الغاضبين. كريم الشيباني لاخبار التلفزيون القلمون. أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن التيار الكهربائي عاد إلى مناطق النبك ودير عطية وقارة بعد إصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة. وأوضح وزير الكهرباء أن ورشات الصيانة والإصلاح تمكنت من إصلاح بعض خطوط نقل الطاقة المغذية لتلك المناطق وإصلاح محطات التحويل وشبكات التوتر المنخفض بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلها عمال وفنيو الكهرباء في إصلاح الشبكات والخطوط الكهربائية. ولفت إلى أنه تم استبدال الكثير من الكابلات والخطوط والمحولات الكهربائية في وقت قياسي لإعادة خدمة الكهرباء بكفاءة وجاهزية عالية. في ريف دمشق قضت قواتنا الباسلة على أعداد من الإرهابيين في مزارع الحجارية وعالية، ودمرت وكرا بما فيه من أسلحة وذخيرة في مزارع الشيفونية بمنطقة دوما. كما تم إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى شرق حي جوبر من جهة طريق المتحلق الجنوبي، وتدمير وكر لإرهابي جبهة النصرة في مزارع ريما بمنطقة يبرود. في مدينة النبك عثرت قواتنا المسلحة على ذخيرة لأسلحة ثقيلة ودارات تفجير وصواعق وعدد من العبوات الناسفة بأحجام صغيرة، فيما قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين في محيط فندق السفير وقرب الجامع الجديد في معلولة. يواصل الجيش العربي السوري عملياته في دك أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم بريف اللاذقية الشمالي، متحديا برودة الطقس وتراكم الثلوج. مراسلنا الحربي أوس حسن والتفاصيل. البرد القارس والظروف المناخية الصعبة بريف اللاذقية، إلا أن قوات الجيش العربي السوري التي لا تعرف معنى الراحة أو الاستراحة تواصل عملياتها العسكرية بإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن. فنجد البواسل يدكون معاقل العصابات الإرهابية في قرية سلمة ويقصفون عدة أهداف فيها لتجمعات الإرهابيين حققوا خلالها إصابات مباشرة في صفوفهم. هذه المناطق الجبلية معروفة بقساوتها وقساوة الشتاء، ولكن حب الوطن وهذه العزيمة الموجودة عند أبطال جيشنا لن تسنيهم قساوة الشتاء وكثافة الثلوج عن الزود عن حياض الوطن. نحن متواجدين هنا نرصد لتسلل العصابات الإرهابية المسلحة، ومنذ فترة تسللت عصابة إرهابية مسلحة وتم القضاء عليها وأوقع بين أفرادها بين قتيل وجريح. تحدثنا مع أشاوس جيشنا على أساليب مقاومتهم لظروف المناخ الصعبة وكيفية التعامل معها، فقالوا لنا عم نتدفن الحمد لله، نحن هون موجودين وصامدين دائما بهالأرض وجاهزين بأي وقت لدحر أي عدوان بمر أرضنا. نحن كجيش عربي سوري لا يهمنا طقس أو أي شيء، يهمنا بس أمن الوطن أو رد أي عدوان على شعبنا أو وطننا أو أي شيء بإذن الله. أبطالنا في حواجز الجيش العربي السوري والدفاع الوطني المرابطين في أداء واجبهم لحماية الناس الآمنين من غدر العصابات الإرهابية أيضا تحدوا ظروف الطقس الصعبة. مهمتنا الأساسية ما بتوقفنا لا عن برد ولا عن تلج ولا عن شيء، وكل هذا في سبيل هالوطن وفي سبيل أن نكون آمنين نحن وأهلنا ومجتمعنا كاملة.
هلا نحن بالنتيجة نحن جيش عقائدي، أي مهمة بتوكل لنا نؤمن فيها إيمان مطلق، وما بردنا عن تنفيذها لا برد ولا تلج ولا ظروف طقس. لن ندخر جهد، لن ندخر جهد في تنفيذ هذه المهمة. درجة الحرارة يعني وصلت لحدود 14 صفر، ورغم هذا كله ظل المقاتلين مرابطين بأماكنهم، ما حدا غادر مكانه، كله عم يقوم بعمله بواجبه الوطني بهي بعزيمة قوي جدا، يعني يا جبل ما يهزك ريح. عجبت السماء من رجال يتحدون البرد والزمهرير ووجوههم مخدرة من البرد القارس، فتجدهم يرددون لن يمر الأعداء من هنا. رجال الله على الأرض غير آبهين بتقلبات المناخ، تجدهم قابضين على الزناد كالقابض على الجمر، وأعينهم على الشعيرة لترصد تحركات العصابات الإرهابية وتسحقهم كمن سبقهم. لأخبار التلفزيون العربي السوري، أوس حسن، ريف اللاذقية. أقامت قيادة شرطة القامشلي دورة لإعادة تأهيل عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين استفادوا من مرسوم العفو رقم 70 وتعديله. لا يختلف المشهد في مدينة القامشلي عنه في مدينة الحسكة، حيث أنهى العشرات من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين استفادوا من مرسومي العفو رقم 70 و71 دورة تدريبية تم خلالها إعادة تأهيلهم في كافة الفنون القتالية التي تخص سلك الشرطة. ضروري بالنسبة للعناصر اللي راجعوا لحد الوطن لإعادة تأهيلهم من الناحية البدنية المسلكية العسكرية القتالية، ليكونوا جاهزين لمواجهة التحديات اللي عم تحيط بها البلد. دمي كله في ده الوطن، وأنا شاب كنا ود هدية وبده المنطقة كنا عايشين سوا، وكل ما زلنا هون كنا ود بلد واحد وكنا أخوة. تقبلونا بكل صدر رحب وأهلوا بينا. وعلى هامش حفل التخرج استمع اللواء حسيب الطحان قائد الشرطة وممثل القيادة الأمنية في المحافظة بعناصر الدورة، مؤكدين لهم أن الوطن بحاجة إلى جميع أبنائه، وأنهم بعودتهم أثبتوا تمسكهم وحسهم العالي بالوطنية وتحمل المسؤولية. تم إخضاعهم لهذه الدورات التأهيلية التدريبية المسلكية، وسيتم إعادتهم إلى وحداتهم ليكونوا صفا واحدا مع رجالنا البواسل قوات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من المجموعات الإرهابية المسلحة. إخضاعهم لهذه الدورة لمدة 15 يوما، تلقوا بها كامل كافة الدروس الممكنة من قتال قريب إلى نظام منضم، إلى دروس في التوجيه الثقافي والفكري والسياسي بالإضافة للياقة البدنية. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم. استنكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي والناطق باسم الخارجية الأمريكية بتأكيد عزم الولايات المتحدة إجراء مباحثات مع تنظيم الجبهة الإسلامية الإرهابي بهدف بحث المساعدات الأمريكية غير الفتاكة المزعومة وتشجيعها على الانخراط في مؤتمر جنيف من أجل تحقيق تمثيل عريض لما أسمته المعارضة السورية. وقال المصدر إن هذا الموقف يؤكد فشل الولايات المتحدة في تشكيل وفد يمثل مختلف أطياف المعارضة لحضور مؤتمر جنيف، كما أن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية يتناقض والتعهدات الدولية بأن مؤتمر جنيف ليتيح الفرصة لمشاركة التنظيمات الإرهابية في أعماله. وتساءلت الخارجية السورية عن الطريقة التي ستبرر بها الإدارة الأمريكية لرأيها العام حوارها مع تنظيم القاعدة في سوريا، في حين قام هذا التنظيم بتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك. وأكدت الخارجية على لسان المصدر ذاته أنه كان من الأجدر بالولايات المتحدة أن تقرأ ميثاق الجبهة الإسلامية قبل أن تقرر الحوار معها. وكان السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد أعلن أن الجبهة الإسلامية رفضت الاجتماع بمسؤولين أمريكيين، ورغم نفي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لقاء أمريكيا بممثلين عن الجبهة، إلا أن تسريبات عدة تؤكد أن لقاء مرتقبا سيجمع مسؤولين أمريكيين بالجبهة في اسطنبول، وكلها مؤشرات لما يبدو تعويما أمريكيا للجبهة مقابل فصائل مسلحة أخرى تدعمها واشنطن. إذن الجبهة الإسلامية تجهز على الجيش الحر وتفوز بعرش الخلافة التي تعدها به واشنطن إذا ما قلب مسلحوها الموازين في الميادين السياسية والقتالية، وإذا ما أنجزت تعويذة الجبهة في الربع ساعة الأخيرة قبل جنيف 2 ما عجزت عنه كل فروع التطرف والإرهاب المتعدد الجنسيات والانتماءات في تحقيق أهداف الغرب في سوريا.
فهذه هي واشنطن وهذه هي تحالفات كفاف التوقيت والتطورات. يمزق البيت الأبيض عقده مع ما يسمى الجيش الحر ويوقع عقدا آخر مع فصيل آخر من فصائل الإرهاب. وإن نكر جون كيري زعيم الدبلوماسية الأمريكية الجبهة ولقاء إدارته بها، إلا أنه لم ينفي النية الأمريكية بمصافحة الجبهة الإسلامية، وهذا ما أكدته عدد من التسريبات الإعلامية التي قالت إن لقاء بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الجبهة ترغب أمريكا بعقده في اسطنبول، حيث كان المدخل لهذا التقارب بين واشنطن والجبهة من باب الهوى على الحدود التركية، وما حدث هناك عندما طرد ما يسمى لواء أحرار الشام الجيش الحر واستولوا على مخازن للأسلحة وعلى معدات اتصال أمريكية خاصة بالحر. وبحسب صحيفة السفير فإن مجموعة أصدقاء سوريا المصغرة اضطرت إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي في لندن لتنظر في وضع ما تبقى من الجيش الحر، إلا أن تبادل الاتهامات سيطر على أجواء ذلك الاجتماع، وكان الحوار صاخبا بين الغربيين من جهة والقطريين من جهة أخرى حول دعم قطر للجبهة الإسلامية ضد الحر. فانتفض روبرت فورد محذرا قطر والسعودية أنه لم يعد مسموحا لدولة تدعي أنها حليفة أن تقوم من وراء ظهر واشنطن بتسليح ودعم من يهاجم الجيش الحر. بدت العلاقة بين الحلفاء على حافة الانفجار، ولكن بعد 7 ساعات من النقاش مع 12 إرهابيا سوريا من قادة من يسمون المعارضة المسلحة، استمعت واشنطن إلى وجهات نظر الجبهة الإسلامية، فقرر فورد اللقاء بممثلين عن الجبهة من أحرار الشام ولواء التوحيد في اسطنبول خلال الأيام المقبلة ليتم الاتفاق على مشاركتهم في جنيف 2، إلا أن الجبهة رفضت والله أعلم. يبدو واضحا أن كل من الشركاء في الخراب بدءا من واشنطن حتى الرياض يحاول توجيه الجبهة الإسلامية بالاتجاه الذي يرغب، فالسعودية تسعى لتوازن على الأرض وأمريكا تريد كسب الميدان والأوراق السياسية وملء شاغر مقعد المعارضة في جنيف 2. فهل تعرف الجبهة الإسلامية بفصائلها المتطرفة معنى الجلوس إلى طاولة سياسية؟ توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يصبح موضوع مكافحة الخطر الإرهابي في سوريا وفي الشرق الأوسط برمته من المسائل الأساسية التي سيبحثها مؤتمر جنيف 2. كما تطرق الوزير الروسي خلال جلسة في مجلس الاتحاد الروسي إلى المجزرة التي ارتكبها مسلحون بحق المدنيين في مدينة عدرا بريف دمشق، وأعرب عن قلقه من الإرهاب العابر للقارات في سوريا. وأجدد لافروف دعوة بلاده للحكومة السورية والمعارضة إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة الخطر الإرهابي. وعلى صعيد آخر أشاد لافروف بسير عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، وقال إنها تجري وفق الجدول المحدد، مبينا أن المرحلة الأولى من العملية أنجزت بنجاح والآن تبدأ المرحلة الثانية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أقرت التفاصيل النهائية لخطط إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، وتنص على إتلاف هذه الأسلحة بحلول 30 من حزيران القادم على أن تغادر العناصر الكيميائية الخطرة الأراضي السورية نهاية الجاري. وفقا للقرار الدولي رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 27 من شهر أيلول، أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التفاصيل النهائية لخطة إتلاف الأسلحة الكيميائية في سوريا. الخطة تنص على إتلاف الأسلحة الكيميائية بحلول 30 من حزيران من العام المقبل على أن تغادر العناصر الكيميائية الخطرة الأراضي السورية في 31 من كانون الأول الجاري. وفي التفاصيل المنقولة عن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو إن الأسلحة الكيميائية في سوريا سيتم نقلها على متن شاحنات إلى مرفأ مدينة اللاذقية، حيث سيتم تحميلها على سفينة أمريكية، وستكون مسؤولية توصيل المواد الكيميائية إلى مرفأ اللاذقية واقعة على عاتق السلطات السورية التي تتحمل أيضا مسؤولية تأمين المخزون من السلاح الكيميائي حتى لحظة وصوله للسفن الأجنبية، بحسب رئيس المنظمة الذي أشار إلى أن روسيا يمكن أن تشارك في تأمين تحميل السلاح الكيميائي إلى المرفأ وكذلك أثناء نقله عبر المياه الإقليمية السورية، موضحا أن موسكو ستقدم كمية كبيرة من الشاحنات المصفحة والصهاريج وغيرها من المعدات اللوجستية للمشاركة في عملية نقل تلك الأسلحة
إلى خارج البلاد، كما أنها جاهزة أيضا في حال الضرورة لتقديم مساعدة مادية لعملية نقل الكيميائي. الدنمارك والنرويج بدورهما ستقدمان السفن والمرافقة العسكرية لنقل السلاح بحرا من سوريا إلى السفينة الأمريكية حيث سيتم تدميره، كما سيتم الإعلان عن الشركات الخاصة التي ستربح مناقصة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية الأقل سمية. بيد أن المنظمة والأمم المتحدة تعملان ما بيسعهما لإنهاء نقل وإخراج المواد الأخطر قبل كل شيء من الأراضي السورية مع نهاية العام الجاري. وفي الإطار ذاته، وصف نائب مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطط إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا على متن سفينة أمريكية بأنها أمر براغماتي وقابل للتنفيذ، وقال إن هذه التقنية غير معقدة ومدروسة، والأمريكيون درسوا جميع المخاطر وأنهم قادرون على تأمين الأمن على أعلى مستوى لأنهم يدركون حجم المسؤولية لإتلاف السلاح الكيميائي السوري. ما زالت المجزرة التي نفذتها عصابات إرهابية في عدرا تلقى إدانات واحتجاجات. التفاصيل مع نزار الرفيع. السلام عليكم. يستمر الحديث عن مدينة عدرا العمالية وسط أقاويل لا تصيب المشهد بحق في واقعه. عدرا تشكل عصبا أساسيا من الناحية الاقتصادية ومشرفة على الطريق القديم والجديد دوليا بين حمص ودمشق، وترى فيه المجموعات المسلحة بوابة إلى مطار لضمير، وفيما بعد تعيد فتح الطريق بين الغوطة الشرقية وطريق البادية. الجيش العربي السوري أدرك تماما أن العملية شديدة الصعوبة لأن المسلحين قد يرتكبون مجازر أخرى، وفي هذه العملية لن يستطيع الجيش استخدام القوة النارية أو التمهيد الناري. الأمر يعتمد بكليته على قدرة القضم والتأني وطريقة الخطف في التقدم دون ما صدم للمجموعات على الخطوط الأولى. في هذه العملية تتساوى الخطوط الأولى مع الخلفية لأن المعارك تقاس بالرصاصة وبالأمتار. الجيش بدأ السيطرة على عدة نقاط مهمة في محيط المدينة مع ضربات مركزة ومؤكدة من حيث النتيجة ومكان الاستهداف، ما أدى لمقتل مئات المسلحين. ثلاثة عمليات أسفرت أيضا عن مقتل عشرات المسلحين شمال معمل السكر وجنوب معهد الكهرباء وفي منطقة أبنية التوسع بالمدينة، واليوم بات التقدم على شكل أبنية متتابعة. وبخصوص المجازر التي ارتكبها الإرهابيون في مدينة عدرا العمالية، كان لسماحة المفتي أحمد بدر دير حسون رسالة وكلمة. إياكم أن تسمعوا لما يقوله الإعلام أو ما يقال بالفيسبوك أن شعبنا اليوم تأثر بقضية عدرا وما حدث فيها بشكل طائفي. لا، ما حدث في صدد والقصير ومعلولة وتدمير الجامع الأموي وحفر قبر سيدنا عمار بن ياسر وتدمير قبر حجر وتدمير بعض الكنائس في حمص ما أنتجت شيئا طائفيا. فلماذا في اللحظات الأخيرة بدأوا يتكلمون عن الطائفية؟ لأنهم فشلوا كيماويا وفشلوا حزبيا وفشلوا عرقيا، فقالوا لعل هذه تصيب معهم. فليسمعوا ما قال أب فقد عائلته جميعا، ابنه وحفيده وحفيده وزوجة ابنه، تكلمت معهم فقالوا ليعلم الناس أن أبناءنا استشهدوا من أجل سوريا وليس من أجل طائفة أو مذهب. في رفض شعبي ورسمي لمجزرة مدينة عدرا العمالية، قام اتحاد العمال في كل من حلب وحمص وطرطوس وحماة وقفة تضامنية مع شهداء عدرا مستنكرين المجازر الوحشية، وفي محاولة منهم لإيصال الصوت بأن المجازر تستهدف الشعب بأكمله وبأن الحرب على سوريا بادت مفتوحة الطريقة والأدوات وكذلك الداعمين. تضامنا مع أهلنا في عدرا العمالية وشهداء الطبقة العاملة فيها، أقام اتحاد العمال في المحافظات السورية وقفة تضامنية لاستنكار وشجب الجرائم الوحشية التي ارتكبها الإرهابيون بحق الأطفال والنساء والعمال من تمثيل وتنكيل بالجثث وقطع للأوصال والرؤوس. ما جرى في عدرا هو تعبير عن هؤلاء القتلة وعن نفوسهم وعما يكنونه لهذا الوطن. إن هذه المجزرة فاقت المجزرة الهتلرية النازية وفاقت كل المجازر التي ارتكبت عبر التاريخ. قولوا لأعداء الوطن إيه يا حمد ما دامت لغادر، فارفع الحيف عن سوريا وغادر، أنت حققت الذي
قد عجزت عنه أوغاد وزنادق وكافر. صاحب الإسلام، صاحب الإسلام يدعو أهله يتباكى زاعما صون المشاعر. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن أمجاده بحر دم واضطهاد ومجازر. الطبقة العاملة هي الجيش الرديف للجيش العربي السوري، هذا ما أكده العمال المعتصمون في طرطوس. نقف وقف تضامنية استنكارا وشجبا للأعمال الإرهابية التي تعرض لها السكان الآمنين في عدن العمالية. الدم السوري أغلى من أي قيمة موجودة على وجه الكرة الأرضية. نطلب من الله عز وجل أن يوقف هذه المجازر. هدالة وحوش، هدالة ما عندهم دين، ما عندهم هدالة إخلاق. نحن بدنا نعتبر حالنا نحن محجوزين لحتى أنتوا تتحرروا. وفي حماه أيضا أكد العمال أن الطبقة العاملة ستبقى تعمل بكل قطاعاتها رغما عن أسياد الإرهابيين الذين عبروا عن وحشيتهم في مجزرة عدر العمالية. قتلوا الأطفال، قتلوا النساء، قتلوا الرجال، قتلوا الشيوخ، لم يفرقوا على الإطلاق، بل مثلوا في تلك الجثث. هذا العمل الإجرامي، نقف هذه الوقفة في هذا اليوم تضامنا معهم على الأمل بالقريب العاجل يتم تحريرهم على يد الجيش والقوات المسلحة إن شاء الله، وسيبقى هذا الوطن عامرا صامدا واقفا في وجه هؤلاء ومنتصرا. ومهما فعلوا ومهما حاولوا أن يخربوا، ستبقى طبقتنا العاملة تعمل ليل نهار في سبيل الخروج من هذه الأزمة إلى جانب الجيش والقوات المسلحة بكافة قطاعاتها. طالعين نحن اعتصام مشان هالعمال اللي راحوا يعني غدر وهذا بعدرة، يعني أبرياء كلياتهم عمال، يعني لشو مشان شو؟ ونأسف لهذا العمل الذي يقومون فيه، بخربون البلد، انهم عصابات اجرامية وارهابية مسلحة فعلا يعني. وفي حلب اكد العمال انهم يقفون يدا واحدة مع اهلهم في عدن العمالية، وان يوم الحساب قريب جدا في الدنيا والاخرة. نقول لكل المجرمين ان يوم الحساب قريب، يوم الحساب في الدنيا قريب من قبل الجيش العربي السوري، ويوم الحساب عند الله عظيم، لانكم قتلة مجرمون سافلون ارتب بالشر بابناء حلب، بابناء سوريا الطاهرة، أبناء الوطن العربي الموجودين في سوريا. هؤلاء المجرمون لهم الخزي والعار إن شاء الله عند رب العالمين. نحن وقفة استنكار ضد الظلم وضد الدم وضد هالمجزرة، هالمجازر اللي صارت بعدرة. عمال قاعدة بشغلة رغم الأزمة رايحة على شغلة، شو ذنبهم يصير فيهم ينهدر دمهم؟ كلياتنا إن شاء الله ما بينتصر إلا الحق، وكلياتنا واقفين مع الحق، وربنا يمهل ولا يهمل. نكون يد واحدة ضد هالقتلة وهالمجرمين في كل أنحاء سوريا كطبقة عاملة، وفداء لعمالنا وأخواتنا في مدينة عدرا العمالية. إذن يدا واحدة والهدف واحد، القضاء على جميع الإرهابيين في سوريا، حال لسان السوريين جميعا. ملفنا عن عدرا العمالية انتهى، عودة لاستكمال ما تحمله النشرة من ملفات أخرى. قال السفير السعودي في بريطانيا إن السعودية مستعدة للتحرك بمفردها لاستكمال حربها ضد سوريا دون مساندة الأطراف الغربية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع التركي أن الأسلحة التي صدرت إلى سوريا تستخدم لأغراض غير قتالية. سنعمل وحدنا دون دعم شركائنا الغربيين، تصريح خرج به سفير مملكة آل سعود في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز صراحة، ليعلن أن حرب مملكته المدعومة بأدوات خارجية على سوريا ستستمر وستكمل طريق دعم الإرهاب بمفردها عن طريق تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا. السفير السعودي الذي أعلن أن نظامه سيخوض السباق على الحلبة الدولية وحيدا عبر عن خيبة أمله من سياسة الغرب التي نحت باتجاه التقارب مع الحكومة السورية. حرب بالوكالة لن تستطيع الرياض التخلي عنها بعد أن كلفتها مليارات الدولارات، معتقدة بأنها بالمال وحده قد تلغي إرادة شعب بأكمله. آل سعود يتذرعون بأن تحركات الغرب عبر الحل السياسي وفك عقد التشابك تعرض المنطقة بأكملها للخطر، وهنا ربما تتأكد مساعي حكام الحجاز من أجل إيجاد أعذار لمتابعة الحرب على سوريا. أقطاب الحرب على سوريا باتت على مواقف متناقضة، فبينما يتعنت السعوديون تخرج الحكومة التركية بلهجة مناقضة،
أطلقتها وزارة دفاعها التي أكدت أن الأسلحة التي قدمتها للمسلحين في سوريا ما هي إلا بنادق صيد، ويتندر البعض أن بينها سنارات صيد. لكن وثائق رسمية نشرت في صحيفة حريات التركية تؤكد أن تركيا سلمت المسلحين في سوريا 47 طنا من الأسلحة منذ تموز يوليو الماضي. يبدو أن مؤشرات السياسة التركية إزاء الأزمة السورية تتحرك باتجاه خلق واقع جديد على الأرض يدفع نحو الابتعاد عن الحل العسكري بعد تيقنها من فشل مخططها ضد سوريا. تغليب المصلحة الذاتية من شأنه أن يقلب المعايير في العلاقات القائمة بين الدول في أي لحظة، لا سيما إذا شعر التابع بأن المتبوع قد يبيعه بأبخس الأثمان، وهذا ما تشعر به مملكة آل سعود ومن خلفها تركيا إزاء تخلي حلفائها الغربيين عنها لتقف وحدها عارية على دروب التاريخ. السلام عليكم. أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 للعام 2013 الخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2014. القانون الذي أصدره الرئيس الأسد يقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ليرة سورية لا غير، وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون. شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في تخريج 47 متدربا ومتدربة هم طلاب الدفعة التاسعة في المعهد الوطني للإدارة العامة، وذلك في مبنى رئاسة مجلس الوزراء. الحلقي أكد على أهمية المعهد ودوره في إعداد الكوادر الإدارية وذات الخبرة والمؤهلة للعمل بكفاءة وجودة، ما يساهم بالربط بين التأهيل الأكاديمي والإعداد التطبيقي في سوق العمل وأهميته على المستوى العالمي، حيث يضاهي المعاهد المماثلة على الصعيد الدولي. وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بطلاب المعهد كخطوة أساسية في عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي الشاملة والمتكاملة التي تشهدها سوريا. هذا المعهد الذي أفرز وأنتج هذه النخب الوطنية التي وصل عددها إلى حوالي 450 خريج، ستغني الحياة الإدارية الوطنية من خلال ما تقدم من قيمة مضاعفة للمعارف في الإدارة العامة بكل حقيقة مكوناتها وبكل تخصصاتها التي نفتقر إليها في الحقيقة الإدارة في مؤسساتنا العامة وحتى الخاصة. بدأ المعهد عمله مباشرة في عام 2003 وبفترة قياسية المعهد حتى هذه اللحظة خرج 450 خريج وخريجة تم توزيعهم كافة على الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كونه صك إحداث المعهد نص بشكل واضح على أن يعتبر الشاغر محدث حكما حتى في حال عدم توفره في الجهة العامة. هو المعهد بينتقي كوادر على مستوى القطر كله بهدف تأهيلهم وتدريبهم لحتى ينهضوا بالواقع الإداري عنا بسوريا، وهو بالأساس كان مشروع سوري فرنسي، كان عبارة عن نموذج لمدرسة بالإدارة، بتقوم إدارة المعهد بتدريبنا لمدة سنتين أكاديمياً وتأهيلياً. إحنا بالمعهد متلقى تأهيل رفيع المستوى على المجال في المجال الإداري الاقتصادي القانوني، بيتم تأهيلنا لحتى يكون في إلنا دور بتحقيق عملية الإصلاح في سوريا لحديث نكون نحن ركيزة إلى حد ما، إذا فينا نقول ركيزة لمساعدة سوريا لحتى ترجع مثل ما كانت ولحتى تتطور أكثر لحتى نقدر نحن نستثمر الموارد بطريقة صحيحة. حذرت جمعية أصاغة بحلب من وجود مصوغات ذهبية مخجوشة متداولة في الأسواق وغير ممهورة بخاتم الجمعية الحرفية، داعية المواطنين الراغبين بشراء مشغولات ذهبية الحصول على فاتورة شراء نظامية من السائق، وذلك حفاظا على حقوقهم. وأشارت الجمعية إلى أن حرفة الصياغة في حلب تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة، مبينا أنها كانت في السابق تصنع نحو 65% من الذهب المشغول في سوريا من خلال 1200 ورشة تصنيع، حيث أقفل معظمها
بسبب الظروف الراهنة، موضحا أن بعض الورشات عادت إلى العمل مجددا، ما أدى إلى تحسن بسيط وملحوظ بسوق الذهب في المحافظة.